السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي ومتابعات قناة مشوار العمر. هنتكلم في فيديو النهاردة عن كم ستكون أعمار الفنانين الزمن الجميل لو كانوا على قيد الحياة حتى الآن. الفنان إسماعيل ياسين ولد عام 1912، ولو عاش لحد دلوقتي كان عمره هيوصل ل 111 سنة. الفنانة أم كلثوم ولدت عام 1898، ولو عاشت كان زمان عمرها 125 سنة. الفنانة فاتن حمامة ولدت عام 1931، ولو عاشت لحد دلوقتي كان عمرها هيبقى 92 سنة. الفنان إيهاب نافع ولد عام 1935، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 88 سنة. الفنان فريد الأطرش ولد عام 1917، ولو عاش كان هيبقى عمره 106 سنة. الفنان حسين رياض ولد عام 1897، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 126 سنة. الفنان عبد الحليم حافظ ولد عام 1929، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 94 سنة. الفنانة زينات صدقي ولدت عام 1912، ولو عاشت لحد دلوقتي كان هيبقى عمرها 111 سنة. الفنان رشدي أباظة ولد عام 1926، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 97 سنة. الفنان صلاح ذو الفقار ولد عام 1926، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 97 سنة. الفنان محمد عبد الوهاب ولد عام 1902، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 121 سنة. الفنان عبد الوارث عصر ولد عام 1894، ولو عايش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 129 سنة. الفنان يحيى شاهين ولد عام 1917، ولو عايش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 106 سنة. الفنان محمود المليجي ولد عام 1910، ولو عايش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 113 سنة. الفنان عبد الفتاح القصري ولد عام 1905، ولو عايش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 118 سنة. الفنانة ثريا فخري ولدت عام 1914، ولو عايشت لحد دلوقتي كان هيبقى عمرها 109 سنة. الفنانة ليلى مراد ولدت عام 1918، ولو عاشت لحد دلوقتي كان هيبقى عمرها 105 سنة. الفنان ستيفيان روستي ولد عام 1991، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 132 سنة. الفنانة سامية جمال ولدت عام 1924، ولو عاشت لحد دلوقتي كان هيبقى عمرها 99 سنة. الفنان زكي رستم ولد عام 1903، ولو عاش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 120 سنة. الفنانة مريم فخر الدين ولدت عام 1933، ولو عاشت لحد دلوقتي كان هيبقى عمرها 90 سنة. الفنان محمد فوزي ولد عام 1918، ولو عايش لحد دلوقتي كان هيبقى عمره 105 سنة. الفنانة سعاد حسني ولدت عام 1943، ولو عاشت لحد دلوقتي كان هيبقى عمرها 80 سنة. رحم الله جميع أموات المسلمين. دمتم في رعاية الله، استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر.
ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان كل الجديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.